بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنتكلم بقى عن محاضرة الجوكرن سندروم اند سكليروديرما. بيقولك ايه؟ بيقولك ايه فكرة الجوكرن سندروم؟ على طول افتكروا الست شكرية. الست شكرية ايه؟ بتشكرنا. الست شكرية بتشكرنا. بتشكرنا من ايه؟ الست شكرية رولا رولا، عشان بيبقى فيه انتي رو انتي لو انتي لا انتي بود. بتشكرنا من ايه؟ ان احنا ما خليناهاش تعيط وهي بتقطع البصل. تمام. طيب قال لك هي عبارة عن دراي اي، دراي اي ودراي ماوس. تمام. وده مرض كرونيك، يعني ايه؟ يعني اكتر من 3 شهور. سنسيشن اوف ساند اور جريفل ان ذا اي، حاسه كده برمل في العين نتيجه بقى الايه؟ نتيجه بقى اللهم ذكرني الدراي، الدراينس. بيحسس كده ان في الجفاف، بيحسس ان كان في رمل، رمل في ايه؟ رمل في عينيها. اور يوز اف تير سبستيوت، او بتاخد مبدل للدموع اكتر من 3 مرات في الايه؟ في اليوم. وبالنسبه للدراي ماوس برضو اكتر من 3 شهور كورونيك، يعني مش واحده تيجي تقول لي ده انا صحيت لقيت رقي ناشف وانت كنت صايمه. اه كنت صايمه، امال جايه لي ليه؟ لازم يكون اكتر من 3 شهور. ريكرنت اور بيرسيستنت سوولن سليفري جلاند، ممكن تكون السليفري جلاند بيحصل معاها انلارجمنت او لا. اور فريك. بص هو انا بدات السلايد الثالثه غلطه يعني، بس ان شاء الله ايه نكملها ونجيب من اول تاني. اور فريكوينت درينكينج اوف ليكويدز تو ايد ان سوالنج اوف دراي فود. تقول لك والله يا دكتوره انا ببلع، انا باكل وما ببلعش الاكل الا بميه. جميل. يبقى احنا قلنا دراي اي اكتر من 3 شهور. طب اديني دليل يا بنتي ان هي بيحس ببرمل في عينيها وان هي بتستخدم مبدلات للدموع. دراي ماوس اكتر من 3 شهور، دي دليل برضو ما ببلعش الاكل الا بميه. تمام. عندي سولين جلاند. جلاند ايه؟ جلاند سليفر جلاند سولين. لانه اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ديستراكشن. ليه؟ هو ليه بيبقى في دراي ماوس؟ لان اتنين باروت جلاند، او اتنين سليفر جلاند قصدي، وباروت جلاند برضو عموما، يعني مش بي بتطلع مش بتطلع سلايفا. ليه بقى؟ طب ما هما اتنين، يعني لو واحده ما بتطلعش التانيه ايه؟ ما هم بايلاترال، التانيه هتطلع. ليه دراي ماوس؟ قال لك لان في واحده بتتكسر وفي واحده الضغط بتاعتها بتتقفل فتكبر، فتحوش السكريشنز جواها وايه وتكبر. تمام. قال لك شكرمير تيست، اللي انا بجيب كده ورقه وبحطها تحت عينيها وببص المفروض في 10 دقائق تبقى 10 مللي، الدموع نزلت لحد 10 مللي، يعني غرقت الورقه 10 مللي. تمام. ونص بالنص يبقى 5 مللي في 5 دقائق. قال لك لو اقل من 5 مللي في 5 دقائق يبقى كده ما عندهاش دموع اصلا. وفي حاجه اسمها روز بنجل ايه؟ روز بنجل سكور دي ان ايه اكتر من 4. المهم يعني بنبص نلاقي ايه؟ نلاقي انفلاميشن. ده مرض اوتوميميون، فبنبص نلاقي مونو نيوكليار سيل اكتر من 50 في الايه؟ في التشو وفي الجلاندات في البرودت. هو اصلا حصل انفلتريشن للجلاندات بالايه؟ بالخلايا المناعيه وهكذا، فضم فعمل لها ديستراكشن. مرض اوتوميميون ابنورمال سليفري سكينتوجرافي اور بروتت سيالوجرافي. وانا بصور بقى يعني بيحصل ابنورماليتي، واحده متدمره خالص، واحده مقفوله الضغط بتاعتها. تمام. ان ستيميوليتد سليفري فلو اقل من 1.5 مللي من 15 ايه منت، يعني لو انا اتعملت عن ستيميوليشن مش بيخرج برضو، لان الجلاند سواء كانت مقفوله او سواء كانت ايه ديستراكتد خالص متدمره. مش احنا قلنا شكريه رولا؟ رولا لان بيكون معاها انتي رو وانتي لا، انتي لا انتي بودي وانتي اس اس اي وانتي اس اس بي. تمام. وانتي نيوكلي انتي بودي وروماتويد فاكتور، بيحب الجوكرون جدا جدا جدا، من ضمن الايه؟ من ضمن الحاجات. تمام. بيجي وانا هي. يبقى الجوكرن سندروم في الاول خالص هو مرض كرونيك زي ما احنا عمالين نقول، اكتر من 3 شهور، اكتر من 3 شهور، اكتر من 3 شهور. كاركترايز بايه؟ مناعه، حصل انفليتريشن للجلاندات بالليمفوسايتس. تمام. بالليكزوكراين جلاند زي الباروت الجلاند او زي اللاكريمال ايه جلاند. ممكن يكون برايمري كده، يعني دايجنوز اوف اكسكلوجن، هو اصلا انت تقعد تعمل اكسكلود 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 لسكندري كوزز ويفضل هو البرايمري كوز. ممكن يكون سكندري، يعني بيجي من حاجه زي السيستماتيك لوبس زي الروماتيد، مرض مناعيه، فالامراض المناعيه لا تاتي فروضه. يعني قالك secondary refer to sick complex accompanying مع الاذر connective tissue disease دي روفسالميا، يعني دراينس في الدموع، كيراتو كونجكتيفيتس دراينس قصدي في الدموع، وبيجمع معاها التهابات. طبعا هي بتحس بالرمل وكده نتيجه الالتهابات. وزيروستوميا دراينس في الماوس، وممكن يكون معاها سليفر جلاند انلارجمنت لو انا ساعدت الضغط. طب لو انا مكسر الجلاندات على الناحيتين يبقى مش هيبقى معاها انلارجمنت. طيب احنا قلنا ايه؟ يبقى ده مرض كرونيك ومرض اوتو ايه؟ اوتو ميمي. ممكن يجي برايمري لوحده كده، وممكن يجي ايه سكندري لاسباب روماتويد او سيستماتيك او اسباب كتيره ايه، وبالذات الروماتويد يعني او اسباب كتير. مناعه برضو، المناعه لا تاتي ايه فروضه. قال لك 1% من البوبيوليشن و10 15% من الروماتويد ارثرايتس بيشن، 9 الى 1 في الفيميل تو ميل، يعني الفيميل اكتر. احنا قلنا الست شكريه، الست. تمام. الست شكريه اهي، الست شكريه اس يعني ست شكريه، فهو في الفيميل اكتر، في الفيميل اكتر. والنسبه دي بتاعت السيستماتيك لوبس برضه، يبقى
سيستماتيك كلوبس وسوجورال عشان نفتكر بقى نفس النسبه. ولكن السيستماتيك كلوبس بتيجي في سن صغير اللي هو سن الريبرودكتيف لايف، لكن ده سن كبير. جميل. المهم بقى خلاص طلع عليها زمن، فربنا بيرحمها بقى ويقول لها ما ايه مش هنخليكي تعيطي وانت بتقطعي البصل، سكموا يا جماعه بحيث يثبت ان شاء الله. قال لك اسوشيشن مع 33 او 44 تايمز انكريز ريسك اوف ايه لينفوما، بيجي معاه نون هوجكن لينفوما، بيجي مع شكرن سندروم نون هوجكن لينفوما. دكتور علام قالها ليه؟ بيبقى في انفلتيشن بتير لينفوسايتس كتيره جدا جدا جدا. يبقى بيقول لك ايه، هو اصلا فاريانت من الروماتويد ارثرايتس بيشنت، هو اصلا فاريانت منه، فهو 10-15% بيجي مع الروماتويد ارثرايتس. الست شكريه فهو في الفيميل اكتر، ولكن الفيميل الكبيره اللي ضاع عليها الزمن خلاص بقى ما عادش ان هي تعيط وهي بتقطع بصل تسكيمه يعني، وان هو بيعمل نون هوجكن ايه نون هوجكن لينفوما. ممكن يأفكت السكن، ممكن يأفكت زي الروماتويد ارثرايتس بالظبط، ومعاه زياده اللي هي الايه اللي هي الاكسترنال اللي هي قصدي اللهم ذكرني دراي اوي ودراي ماوس كده الاكسترنال جنتا وجي اي زي الروماتويد ارثرايتس بالظبط. ماينور سالفري جراند بايوبس هلاقي مليانه خلايا لينفوسايتس. البارتو جراند بايوبس مور سنسيتيف احلى البارتو جراند يعني سبيسيفيك. تمام. اسيشن مع جي اي بي لو قال لك هاخد من سالفري جراند ولا اخد من باروت جلاند، اخد من باروت جلاند تمام، ولا اخد باروتيد جلاند دي ميجور سليفري جلاند، ولا اخد من ماينور سليفري جلاند، لا اخد من ميجور. الميجور ميجور يبقى مور سنسيتيف وسبيسيفيك. اسوشيشن مع جوجران سندروم انتي رو انتي لا وي اس اس اي واس اس بي تمام، و60% في جوجران سندروم انتي لا واس اس بي في 30%. يبقى انت عندك انتي رو وانتي اس اس اي ده النسبه الاكبر تمام، والانتي لا وانتي اس اس بي ده النسبه الايه الاقل اللي هي 30% ايه. والروماتويد فاكتور برده بيحب، وخدنا الحتة الدياجنوستيك كراتين ان هو لازم يكون كرونيك بحيث دراي اول اكتر من 3 شهور وقولي لي دليل، دراي ماوس اكتر من 3 شهور وقولي لي دليل، التستات اللي هي شكر مير تيست وسيالو جراف والحاجات دي كلها، وطبعا تدوري على انتي بودي والروماتويد فاكتور اللي بيحبه جدا. طيب بيقول لك 80% اكسبيرينس زيرو ستوميا، بيبقى عندهم ايه دراي ماوس. طب اللي عندهم دراي ماوس دول ما بيعرفوش يبلعوا الا اذا شربوا ميه. تمام. تخيل كده بقك ناشف حرفيا، مفيش ده صلايفا بتساعد في الهضم اصلا، تخيل اكل مش هتهضم، ففي ديسفاجيا وتست changes. تمام. لان طبعا في سلايفا انزيم الاميليز وده سكر، فبالتالي يعني في تيست برضو، وهيبقى ايه عارف زي الارض الجافه لا بيها زرع ولا ماء، فيجر للتنج واللب والدنتال كير والفطريات يعني بصوا يعني كل امراض التنج هتيجي في الاورال ده. سبحان الله يعني. والدور السلايفا سليفر جلاند انلارجمنت، لو انا ايه لو انا عامل ديستراكشن ليه واحده وقافل الدكت بتاعت واحده هتكبر. وفي سيكا سندروم اللي بيكون معاها بقى كيراتو كونجنكتيفايتس وزيرو اوبسالميا والحاجات دي كلها. تمام. وبيحس بايه برمل في عينيها وكده. يبقى 80% بيبقى عندهم دراي ماوس وكل اعراضه المنيله منيله يعني. وفي بيبقى عندهم دراي ايه دراي او شفتوا دراي او كيراتو كونجنكتيفايتس وكده، شفتوا برضو جلاند انلارجمنت ومفيش سلايفا اصلا، واحده مدمره خالص وواحده مقفول الجلاند بتاعتها كيراتو كونجنكتيفايتس برضو. طيب قالك العلاج بتاعه سيبتوماتيك ادي سلايفا سبستيتيوت وتير سبستيتيوت. تمام. انكريز الاورال فلويد وخليه يشرب ميه كتير عشان النشفان وهكذا. ابعد عن الديكونجستانت والانتي هيستامين والانتي كولينرجيك والايه والدايوريتيك. ابعد عن ال انا مش عارفه السبب لو حد عارف يبقى يقول لنا. تمام. بايلو كاربين ده هي قطره بتزود الدموع يعني وكده، انتي فانجاي طبعا عشان الايه صلى الله عليه وسلم يفضل صوته السليم. كلوز دنتال فولو اب انتي فانجاي عشان الفانجاي اللي في الماوس، وسيرفيلانس فور ماليجنسي لان انا قلت ان جوجران سندروم عرضه لايه للنون هوجكن لينفوما. كلام جميل. سلايفا سبستيتيوت ويشرب فلويد كتير وياخد بايلو كاربين اللي هي الايه اللي هي القطره. خلصنا جوجران سندروم وهنخش في حاجه اسمها سكليرو ديرما. سكليرو يعني سكليروزس او تصلب كده، ديرما يعني تصلب الجلد. قال لك بنقول عليه بروجريسيف بي اس اس تقريبا، بروجريسيف سيستماتيك سكليروز. هو بي اس اس بروجريسيف سيستماتيك سكليروز، بس بي اس اس مهم جدا علشان العمليه. تمام. ممكن يقول لك ده دي حاله بي اس اس يعني سكليروديرما يعني سيستماتيك سكليروز. سيستماتيك يعني بيبقى يحصل تصلب على كل الجسم برده مش جاست الديرما بس يعني. قال لك السكليروتيك سكين تشينجز افتر كومبايند باي مالتي سيستم اي ديزيز، بيكون كذا سيستم ومن ضمنه السكين. تمام. قال لك البروجريسيف فايبروزس فروم انكريز كولاجين، بيحصل ايه بيحصل كولاجين ديبوزيت في كل الاماكن بقى اللي ممكن تتخيلها في حياتك، وبعدين يعمل فايبروزس
بروسس واديجه ممكن يحصل عليه كالسيفيكيشن كمان ويلزق ويشد ويصلب الدنيا في بعضها خلاها ما تتحركش في الانترستيشن والانتيما بتاع السمول ارتريز والكونكتيف تيشو. طيب قالك مين بي بي 9 كوتينوس انفولفمنت، يعني ممكن يكون واخد السكن بس او ممكن يكون واخد معاه السيستمز كلها. 4 ل 12 نيو كيس بير مليون بير يير، كل مليون بقى 12 حاله سكليروديرما، والفيميل اكتر، والحاله اللي جت في المعمل اصلا كانت فيميل اكتر. يبقى لحد دلوقتي شكرا وسكليروديرما والسيستماتيك لوبوسيتات اولهم اس والثلاثه ستات. طيب افريج ايج اوف اونست بتوين ايه، ما بين سن 30 ل 50 سنه، ويعني شبه الجوجران شويه، وبرده الريبرودكتيف لايف بتاع الايه بتاع السيستماتيك لوبوس اقل منهم شويتين. المهم قالك الدايجنوستيك كرايتيريا بقى، وان ميجور كرايتيريا ان انا الاقي ايه، الاقي سكليروديرما بروكسيمال سكليروديرما. بروكسيمال سكليروديرما ان هي مش قادره تحرك صوابعها اصلا. بيقول لك ايه، سكليروميتوس سكين تشينجز بروكسيمال تو ميتا ميتا كاربال فالنجل ايه، ميتا كاربال فالنجل جوينت، ميتا كاربال فالنجل جوينت هي مش قادره تحركهم. تمام قالك ايه، 2 اوف 3 ماينور كرايتيريا، الاقي واحد اثنين من الثلاثه دول، الاقي صوابع لازقه في بعضها سكليروداكلي، او الاقي من قدام كده مقطوعه او سكار نتيجه ان بيصاحب معاها الرايند فينومينا بنسبه كبيره جدا. فالحاله برضو اللي انا شفتها كان عندها ديجيتال بيتنج سكار وبيكون عندها بالمونري ايه بالمونر فيبروزس. يبقى الحاله اللي انا شفتها كان عندها السكليروميتوس سكن، يعني الجزء الجسم اللي اسمه ده الميجور كرايتيريا انه عند البروكسيمال ميتا كاربوفالنجال جوينت حصل لها تصلب، عامله زي الصلبه ومشدوده كده وما فيش الاستيستي خالص. وكان عندها ماينور كرايتيريا، كان عندها ان الاطراف واقعه لان عندها رايند فينومينا، وكان عندها صوابعها ملزقه في بعضها سكليرودكتلي. ومن هنا شخصناها ان هي ايه، ان هي لان احنا ما شفناش غير ايديها، ولكن لو عملنا شست اكس راي وكده البالمونري فيبروسس باي باسيلار بالمونري فيبروسس هيساعدنا في الايه، هيساعدنا في التشخيص. يبقى دايجنوستيك كرايتيريا واحده ميجور اثنين ايه واثنين ماينور. قال لك السكليروديرما اهم حاجه راين فينومنا، عشان كده ايه بيبقى حاله السكليروديرما صابعها ايه مش موجوده، بتمر بالسكليروديرما دي بتمر بقديمه وبعدين انديوريشن وبعدين بيجمنتيشن للايه للجلد. تمام قديمه 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 بتتخن الجلد، بتمر بقديمه وبعدين طبعا ممكن القديمه دي هي اللي بتنفخ الجلد شويه. طيب لو مش بسبب القديمه، بسبب ترسب الكولاجين، يعني انا عندي الجلد تمام اهو ولكن جه ترسب حاجات غريبه فاكيد هيحصل له سكن شويتين وبيروح يترسب في الاورجنز بقى اللي ممكن تتخيلها، ويعمل ايه ويعمل اريتيشن في الاورجنز دي فيجي بوجع. تمام ارثريجيا وايه وارثريجيا ومسل ويكنس. طب عندنا السكليروديرما على الهاند والنك بقى، بيقولك ايه الهيد والنك. الهيد والنك عموما السكليروديرما دي بتعمل ايه، لو هي جت في الجوت اللي هي الاسوفجس يعني هيعمل ديسفاجيا، وساعات تعمل جرد لو جت فوق هتعمل ديسفاجيا. هي بتعمل ايه، بتلزق من فوق مش هيعرف يبلع، بتلزق من تحت مش هيعرف يقفل ويحصل جرد. قال لك موست كومن ايميشن ايه كومبلين، عشان كده لما جه يقول لك اعمل لها اكزامينشن تقول لها عندك صعوبه في البلع، 80% اكزابت باثولوجي في تلتين في الديستال في الديستال تلتين من الاسوفجس امبريم ايه باريم باريم ميل، او لو انت حقنته بالباريم يعني او الصبغه الباريم عشان تشوف، هتلاقي 80% عندهم ايه عندهم فيبروزس في الديستال تو ثيرد اوف الاسوفجس. ديكريز اور ابسنت بريستالسيس نتيجه الفيبروزس العنيفه والتصلب العنيف، المريء قاعد زي الديسك اللي هو قاعد عليه ما بيتحركش. هي تسهرنيا ريفلكس، تمام هي تسهرنيا تقريبا يعني حته من الاستومك بوست بره مش عارفه يعني ايه هي تسهرنيا بالاخص، وفي بيحصل جرد. تمام بيقولك في بيكون في تايت وسن ليف وذ فيرتيكال بريور بري اورال فرو، بيكون الجلد مشدود تمام، وبيكون في خطوط كده بري اورال بري اورال فرو، بيكون عندها خطوط هنا كده بسبب السكند بتاع السكن مثلا ولا حاجه. ترايسمس ترايسمس سكندري تو تايت سكن تريزمس تريزمس، يعني مش قادره تفتح بقها، اقول لها افتحي بقك وفعلا الحاله ما كانتش قادره تفتح بقها بسبب التايت سكين مش بسبب التيمبر مانديبولار جوينت في مشكله اللي هو بيفتح البق، يعني لا الجوينت ما فيهوش حاجه. زيرو ستاميا وزيرو ستوميا وزيرو فسالميا تمام. فايبروزس مثلا في اللاكريمال جلاند ضغط، فايبروزس في البارتو جلاند ضغط، لارينجال انفولفمنت، فايبروزس في اللارنكس، ما في هورنسس ولا اسمها هورسنس اوف فويس، ترانزيشن زون اراوند دنتال روت، ترانزيشن زون اراوند دنتال روت يعني ترانزيشن زون في كولاجين مثلا عند الحته دي مترسب هناك يعني. كونسيدر باثوجينيميك باي سام، يعتبر حاجه ايه حاجه باثوجينيميك يعني.
المهم ان احنا بنقول ان هو ديسفاجيا، ودي اكتر حاجه تشتكي بيها. لو جت على الوش هيبقى فيه تايت سكن ويبقى فيه فورو كده، مش هتقدر تفتح الجو مصر، ودي تبقى تيروسماس، زيرو ستوميا وزيرو في سلميا. لو جت في الاكل جلاند او البروتيد جلاند، لو جت في اللانكس اللانكجيال انفولفمنت، ممكن تيجي حوالين الدنتال. بصوا كده دي اهي، دي هي جلدها مشدود، جلدها مشدود تمام، ومن كتر الشده بيبقى فيه فروخ خطوط بيضاء، بس هي مش بايقه خطوط، قصدي فيرتيكال كده، اسمها ريديال فرو اب تمام، بس دي مش مميزه قوي يعني. دي بقى مش عارفه، عايز يورينا البيجمنتيشن، وبيحصل الاول اديما وبعدين انديوريشن وبعدين بيجمنتيشن تمام. دوان كده الصوابع اللي هي رايند فينومنا تقريبا، دي تقريبا الرويند فينومنا او السويلينج، مش عارفه الصراحه يعني، او السكيلر، وده لو كانوا ملزقين في بعض. تمام، بس كده يعتبر احنا ايه، يعتبر احنا خلاص. يبقى احنا خدنا جوجلان سندروم. الجوجلان سندروم ده الست شكريه بيجي في الستات، ف يعني بنقول لها ارتاحي بقى ما تقطعيش بصل، فبيجي في الستات اللي هم اللي هم يعني كبار في السن تمام، نقول لها ارتاحي بقى ما تقطعيش بصل. والسكليروديرما، السكليروديرما ده بيكون في ايه، بيكون في تصلب في الجلد، برده بيجي في الستات، وبيبقى مميز باهم حاجه الديسفاجيا، وطبعا السكين ايه، السكين مانيفستيشن.